مثال وشاهد هاللحظة فيلم مرجانة للمخرج جمال السويسي. وجمال السويسي هو ابن مدينة طنجة، مخرج منتج وكاتب سيناريو، خريج جامعة لاسوربون بباريس، حيث درس الأدب المسرح السينما والتواصل. أنتج وقدم برامج إذاعية وتلفزية مع ميديا وفرانس كولتور. شارك في إنتاج مجموعة من الأفلام العالمية منها لا باتاي دي تخوا لسهيل بن بركة. استقبلوا معايا بحرارة من فضلكم المخرج جمال السويسي. أنا متأثر أن الفيلم غيدوز في طنجة، والفيلم تصور في مدينة طنجة وتصور مع أبناء طنجة، والكل خدم في هذا الفيلم اللي خدمنا واحد الوقت طويل في الانجاز ديالو، لان ما بغيناش نعمل الفيلم بسرعه، حيت اننا صورنا الفيلم ما بين 2017 و 2018 وما كان واجد نهائيا حتى 2021، طبعا بسبب الكورونا اللي حتى هي، والانتاج كان صعب وكان هائل وكان مكلف جدا. Je remercie spécialement les techniciens qui sont là, qui veillent à ce que les projections se passent à merveille. Et ils sont très, très, très bons. Il faut les applaudir, s'il vous plaît. Et enfin, je remercie les organisateurs. انا مسرور جدا، خصوصا ان الممثلين والتقنيين ديال الفيلم حاضرين في المدينه اللي خدموا فيها، وهذا الفيلم صورناه كله بمدينه طنجه ونواحيها، والعمل كان رائع بالنسبه لي. وهذه لاول مره يعرض الفيلم بمدينه طنجه، حيث عندنا ممثلين من طنجة وعندنا مساهمين من طنجة وعندنا تقنيين من طنجة، وكلها فضاءات ديال طنجة عمرناهم بأجمل وأروع الممثلات والممثلين اللي جاوا من بعيد باش يعيشوا تجربة هذا الفيلم مرجانة. ومرجانة هي السيدة اللي واقفة معايا، ممثلة رائعة، مطربة من داك الشرفاع، سي اون غروند اكتريس كونتاتريس. اي سكي تري بيان دون سو فيلم سي كو لا بلوب الاغلبيه الناس اللي ساهموا معنا اول عمل ديالهم سينمائي طويل، وهذا هو الاساس بالنسبه لنا. الممثلين التقنيين وانا هو الكبير فيهم، انا هو الشريف فيهم، وهما كلهم شباب. اول فيلم طويل سينمائي دولي في الواقع، على داك الشيء سماوه بعض الناس الفيلم الطنجاوي الدولي. ومرجانة يعتبر اليوم من الفيلم الطنجاوي الدولي، لأن فيه ممثلين من المغرب، من إسبانيا، من الجزائر، من فرنسا، من كاين ممثلات اللي ما حضروش لهم اللي هما مغاربة وأمريكيين، كاين مغاربة فرنسيين، كاين مغاربة إسبانيين وما إلى ذلك. فهذا هدية، الهدية اللي نقدروا نعطيوها لهذه المدينة، مدينة الفنون والحضارة، مدينة الثقافة، مدينة التراث. غادي نديرو واحد لاباس ديال 30 مينوت، ولكن غادي هاد الليلة نبقى واحد ساعتين زيادة على ثلاثة سوايع. سمعتي بوز لازم مزيان، و لو تيم اي تري امبورطون، لا كيستيون تري امبورطون. دونك فرحنا بزاف بهذا الفيلم اللي دابا عاد شفنا، دابا عاد شفتو. دونك سي لو انا من جاليه مقيمه في باريس. باريس لا فرحت بزاف معنا، غد عاد خرجت من مدرسه التمثيل وفرحت بزاف مع فيه بزاف الحاجات. هاد لو رول كيفاش تقول الضو، هاد الضو فيه بزاف الحاجات، دونك قدرت نحاول بزاف الحاجات. اول دور ديالي في فيلم مرجانة مع جمال سويسي، والدور ديالي دعباس، وكان ممثل فيه كنغني اوبرا وتمثيل. وجات اول مناسبه انني جيت في مهرجان طنجه، جا مع
نفس العام اللي خلقت فيه يعني 1982 وجاء نفس العام اللي نتقدم فيه 40 عام دونك فرحان بزاف. لا انا عمري ما مثلت عمري ما خدمت في التمثيل. جمال سويسي عرفني من برنامج غوت تالنت ديال اسبانيا اللي كنت غنيت فيه اوبرا وهو وعرب غوت تالنت في لبنان ومن تما شاف الفيديو وعيط لي وجربنا جربت معاه قال لي نكون معاكم اكسترا بالحق من بعد في الاخر خدانيكم رول امبورطون في الفيلم دونك احنا كان جربنا